فاتوا لازم نفهم بقى بصورة أعمق يعني إيه شير. لما باجي أتكلم عن أي سويل بيقاوم شير أقدر أقسم السويل لتو جروبس، أنسمنتد سويل يعني تربة مفيش أي تلاحم أو تماسك ما بين الحبيبات بتاعتها، والتربة دي في الأساس عشان تقاوم الشير سترينس بتعتمد على الاحتكاك ما بين الحبيبات. أما النوع التاني اللي بنسميها سيمنتد سويل أو هي تربة، في بشكل ما كيميكال بوند ما بين الحبيبات سواء كان بأيون اكسشينج أو سبستيتيوشن، يعني بشكل ما كيميكال بوند أو بنسميها الكتروستاتيك فورسز، أو إن الحبيبات سيمنتد مع بعض بأملاح طبيعية زي الكالسيوم كربونيت، وبالتالي الأنواع دي من التربة لما بتتعرض للشير بتقاوم الشير بقى بحاجتين، الكوهيجن أو سيمنتيشن، وده بنتجاهل السيمنتيشن في الديزاين، مع الفريكشن. طب مين يا دكتور بيساهم أكتر، الفريكشن ولا الكوهيجن؟ فهقول لكم دي بتعتمد على عوامل كتيرة جدا هنعرفها كمان شوية. طب انت كده قسمت التربه لسيمنتد وانسمنت، رائع. في كلامنا بقى لباقي المحاضره دلوقتي كان عندي جروب 1 اللي هي انسمنتد وجروب 2 اللي هي سيمنتد. هبدا بقى اتكلم عن حاجه بقى في باقي المحاضره علشان تبقوا حاطينها كده في اذهانكم، تايب اي سويلز وتايب دبل اي سويلز. هتلاقوني بقى المحاضره بشرح سلوك التربه التايب اي وشرح سلوك التربه التايب دبل اي. طب مين تايب اي سويل؟ التايب اي سويل اللي هي لوز ساند الرمل السايب، النورمالي لودد كلي الطين هو بنسميه نورمالي لودد كلي يعني الاو سي ار بواحد، السلايتلي اوفر كونسوليديتد سويل يعني الاو سي ار اصغر من اتنين، ودي ليها سلوك وليها ريسبونس. يمكن احنا اتكلمنا المره اللي فاتت لو تفتكروا سواء اللوز ساند او النورمالي لودد كلي، كل ما بتحمل كل ما بتعمل شير سترين الشير ستريس بيزيد لحد ما بتوصل لبيك فاليو، وبعد كده بيحصل انخفاض في الشير سترينس لحد ما بنوصل في حاله الرمل لحاجه اسمها الالتيميت سترينس او في الطين حاجه اسمها الريزيدوال سترينس، ودي اللي يمكن احنا الباقي المحاضره هنسميها كريتيكال ستيت. كان في نوع تاني ليه سلوك مختلف من التربه اللي هو تايب 2 سويلز اللي هي الدنس ساند والاوفر كونسوليديتد سويل اللي هي بقى اوفر كونسوليديتد هيفلي اوفر كونسوليديتد او او سي ار اكبر من اتنين. طب تعالوا نشوف ايه بقى الفرق في البيهيفير ما بينهم هما الاتنين. باجي اتكلم هنا في السلايد دي يعني عشان نبدا نفهم الموضوع، بنقول ان التربه لما بيحصل لها شيرنج لازم بيحصل لها تشكل، بيحصل لها فوليومتريك ديفورميشن سواء بالكومبريشن سواء بالاكسبانشن. وعلشان اسهل عليكم الشرح في باقي المحاضره خلينا نعتبر كده ان احنا سنختزل الفوليومتريك ديفورميشن ده في صوره تشكل راسي فيرتيكال سترين سيجما زي، يعني خلينا نتجاهل في اتجاه اكس وفي اتجاه واي جوه السلايد، وبالتالي هتكلم عن كومبريشن في اتجاه زد دلتا زي او اكسبنشن في اتجاه زد دلتا زي. طب هو مين الفيرتيكال سترين اللي بتتكلم عليها يا دكتور؟ ده ايه اللي ايه فيرتيكال سترين؟ احنا ايه اللي جابنا الكلام ده يا جماعه؟ دي اللي انا بشاور عليها بالبوينتر دلوقتي، دي عينه من السويل ليها ارتفاع اتش نوت، ده ارتفاعها الاصلي قبل بدايه الاختبار نتيجه ان حضرتك بتعمل شيرنج بالفورس شيرنج سواء انت مش فاكرين في التراي اكسيال انا شيرنج يعني في فرق لودنج بخرج ميه من العينه او بعمل شيرنج، فانا العينه بتاعتي بتتحمل فلازم يحصل لها ديستورشن يحصل لها ديفورميشن فهيحصل فيرتيكال سترين. طب ايه الفيرتيكال سترين ده؟ الفيرتيكال سترين بكل بساطه هو الديفورميشن الراسي نتيجه الشيرنج مقسوم على العمق الاساسي بتاع العينه اللي هو اتش نوت اللي هو دلتا زد على اتش نوت، ده الفيرتيكال سترين. والله لو السترين ده بالبوزيتيف يبقى فيه كومبريشن، لو السترين بالنيجاتيف يبقى فيه اكسبانشن. ومع الفيرتيكال سترين اللي بيحصل للعينه لما بيحصل لها شيرنج طبعا بيحصل شيرنج استريم،
والشيرنج سترين ده هو مقدار التشكل للعينة في اتجاه الأفقي هنا اللي هو في اتجاه الشير دلتا إكس مقسوم برضو على السمك الأصلي للعينة اتش نوت. وبالتالي دلتا زد في اللي احنا بنتكلم فيه وبنشرحه في كام سلايد الجايين دول هو عبارة عن الديفورميشن الرأسي، ودلتا اكس هو الديفورميشن الافقي. فاول حاجه انا عايز اقولها لكم ان اي اليمنت في التربه لما هيحصل له شيرنج بيحصل له حاجتين، فيرتيكال استريم وشير استريم. فالفيرتيكال استريم هو عباره عن فيرتيكال ديفورميشن على الاتش نوت، والشير استريم تقريبيا يعني هو اللاترال ديسبيسمنت على الاتش نوت. يبقى دي اول حاجه متفقين عليها، العينه بتاعتك لما يحصل لها شيرنج هيحصل لها انضغاط او يحصل لها اكسبانشن، وده بيعتمد على نوع التربه، ومؤكد معاها هيحصل شير سترين. طيب هل بقى تايب اي من السويل سلوك زي تايب دبل اي؟ هي طيب مين الاول تايب اي ومين تايب دبل اي؟ تايب اي وهي اللي قلت لكم سواء اللوس سمت سواء النورمال لودد كلي سواء السلايتلي اوفر كونسوليديتد كلي اللي ليها او سي ار اصغر من اثنين. وللتذكره مره اخرى تايب 2 هي التربه الدنسنت والاوفر كونسوليديتد كلي. عايزين بقى نبدا نفهم مع بعض دلوقتي سلوك المجموعات اي ودبل اي لما يتعرضوا لكونستنت نورمال افكتيف ستريس ويزيد الشير سترين. يبقى انا دلوقتي عايز افهم ايه؟ لو انا عندي عينه من تايب اي رمل سايب او رمل لوز اسف قليل الكثافه او نورمال كلي، او عينه من تايب دبل اي اللي هي دنس ساند او اوفر كونسيليت كلي، وحطينا على العينه دي اجهاد نورمال ثابت، ما ده اللي بنعمله في الشير تيست دايركت شير تيست، وابتديت اعمل لها شيرنج سترين، بيتصرفوا ازاي؟ الحقيقه الكلام ده ما هواش جديد، ويمكن احنا قلناه المره اللي فاتت، بس انا المره دي بشرحه باستفاضه شويه وب يعني ايه بدخل معاه شويه معلومات ايه كده جديده. الحقيقه في تايب اي من السوري السلايد دي فيها منحنيين، المنحنى الاولاني او الاعلى اللي هو الابيض في السود ده علاقه بين الشير ستريس على المحور الراسي والشير سترين على المحور الافقي. اما الرسمه اللي تحته فهي علاقه بين الفيرتيكال ستريم اللي انا كنت بقوله لكم من شويه اللي هو الابسلون زي على المحور الراسي مع الشير سترين على المحور الافقي اللي هو جاما زد اكس. طبعا زي ما قلت لكم الفيرتيكال سترين ممكن يكون فيه كومبريشن وممكن يحصل اكسبانشن. واحنا هنا هنبدا نفهم ان احنا حطينا على العينه بتاعتنا نورمال ستريس ثابت وابتدينا نعمل لها شيرنج سترين، ايه اللي بيحصل؟ في حاله اللوس ساند والنورمالي كونسوليتد كلي او اللايتلي اوفر كونسوليتد كلي كل ما بيزيد الشير سترين كل ما بيزيد الشير ستريس، كل ما بيزيد الشير سترين كل ما بيزيد الشير ستريس، كل ما يزيد الشير سترين يزيد الشير ستريس لحد ما اوصل ل قيمه ماكسيمم بتنهار عندها العين. دي اللي احنا سميناها المره اللي فاتت التاو فيلير. واللي بيحصل ان كل ما بنقول بنوصل للماكسيمم فاليو دي وخلاص بيبقى عندي شير ستريس ثابت، وده بنسميه كريتيكال ستيت شير ستريس اللي هو تاو سي اس. يبقى التاو فيلير ده او برضه هنقدر نسميه هنا كريتيكال ستيت شير ستريس. ايه اللي بيحصل في كريتيكال ستيت؟ ان اول ما بتبدا الكريتيكال ستيت بيبدا يحصل شير ديستورشنز deformations وديستورشنز نتيجه الشير. بس مع الشير ديستورشنز دي مش هنلاقي ان بيحصل اي تغير، ما بيحصلش اي تغير. لو انت في الدايركت شير تيست في الديفياتوريك ستريس وما بيحصلش اي تغير في الفويدز ريشيو، وبالتالي انت بتبدا توصل عند كريتيكال ستيت دي تقريبا الشير ستريس اصلا بيثبت، فقاعد يحصل شير سترين يعني قاعد يحصل شير ديستورشن، بس انا ما بيحصلليش اي زياده في الشير ستريس ولا في الفويدز ريشيو بتتغير.
طيب يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني العينة بتاعتك وهي في اختبار سواء الدايركت شير او التراي اكسل، انت قاعد تعمل لها شير ستريم، ومع الشير ستريم دي العينة بتاعتك طبعا بيحصل لها انضغاط 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 لحد ما بوصل للكريتيكال ستيت اللي هي التاو سي اس دي، او لحد ما بوصل للفيلير بتاع عينة اللثة او النورمال لودد كلي. طيب اللوس ساند والنورمال لودد كلي اللي هم تايب اي دول، اللي بيحصل ببساطه ان العينات دي لما بيحصل لها شيرنج بتنضغط. يعني ايه العينه بتنضغط حضراتكم؟ يعني بيحصل لها انضغاط كانها هبطت. يعني بيحصل ايه للفويس ريشيو؟ الفويس ريشيو بتقل. تعالوا نشوف التشارت اللي تحت كده وعلاقه بين الفويس ريشيو على المحور الراسي والشير سترين على المحور الافقي، وبتبدا عينتك ليها انيشال فويس ريشيو الموجوده ليها في الطبيعه، وكل ما بتبدا تعمل شيرنج للعينه يحصل لها شير سترين، ويبدا يحصل قدامه فيرتيكال كومبريشن سترين، ويفضل حجم الفويس ريشيو يقل 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 لحد ما اوصل للكريتيكال ستيت، اوصل لقيمه ثابته ما بيتغيرش بعدها الفويس ريشيو، ما بتقلش تاني ما بتتغيرش تاني. وده اللي يفسر لك هو الشير ستريس سيبت والديفياتوريك ستريس سيبت والتغير الحجمي سيبت، ودي اللي بنسميها الكريتيكال فويدز ريشيو او الاي سي اس. واجي انا اسالك اقول لك قول لي يعني ايه كريتيكال فويدز ريشيو، تقوم حضرتك ترسم السكتش ده وتقول لي كده. ده نص الاجابه، لسه هنكمل النص التاني. ان العينه لما بتتعرض لافكتيف ستريس ثابت وبيحصل لها شيرنج ستريم، بيبدا العينه اللوس ساند او النورمال يود كلي، بما انهم نسبه فراغاتهم عاليه شويه، بتبدا العينات دي يحصل لها انضغاط انضغاط، وبتوصل للفيلير شير ستريس اللي هو نفسه كريتيكال ستيت شير ستريس، ودي حاله ما بيحصلش بعدها اي تغير في الفويتس ريشيو، وبالتالي بنسمي دي كريتيكال فويتس ريشيو. اللي بيحصل عشان تكونوا فاهمين طبعا لما نشرح المنحنى ده من وجهة نظر تانية، ان كل ما بيحصل ريدكشن في الفويتس ريشيو ده معناه ان عينتك بتهبط، وكل ما بيحصل ريدكشن في الفويتس ريشيو معناه ان حبيباتك بتقرب من بعض، وكل ما حبيباتك بتقرب من بعض معناه ان التربه بتاعتك بقت مور دنس، وما دام التربه بتاعتك بقت مور دنس الشير سترينث يزيد. ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ انا بشرح لكم بقى المنحنى بالعكس. يعني انت لو بصيت على المنحنى اللي تحت الاول هتقول ايه ده الفويد ريشيو قاعد يقل 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 يقل، يعني الحبيبات بتقرب من بعض فالشير ستريس بيزيد، وبالتالي بيفضل الفويد ريشيو دي بتقل، ولكن معناها ايه ان الشير ستريس ثبت؟ معناها ان مفيش حاجه جدت، الحبيبات ما قربتش من بعض، فوصلت للكونستنت فويد ريشيو اللي هي كريتيكال فويد ريشيو. طيب وبالتالي نقدر نقول الكلام ده ايه؟ يبقى ان في تايب واحد من السويل دي الفويد ريشيو بيفضل تقل 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 لحد ما اوصل لكونستنت فويد ريشيو، لحد ما اوصل لكونستنت فويد ريشيو اللي هي الكريتيكال فويد ريشيو اي سي اس. يبقى انا دلوقتي لو سالتكم على الكريتيكال فويد ريشيو تعرفوا ايه هي؟ طب فاهمين ايه هي؟ هي خلاص فويد ريشيو بعدها العينه بتاعتك خلاص الفويد ريشيو بتاعتها ما بتتغيرش، انا وصلت للقيمه دي، وصلت للشير ستريم بتاعي، الشير ستريس ما بيحصلش فيه تغير تاني، والفويد ريشيو ثبتت على كده. دي اقل حاجه اقدر اوصل لها. اقل فويد ريشيو اقدر اوصل لها. طب دي تايب 1، ايه بقى يعني تايب 2 بيحصل فيها ايه؟ ايه الفرق يعني؟ يعني تايب 2 من السويل ايه الفرق؟ علشان نفهم سلوك تايب 2 من السويل هنبص على التو تشارتس اللي قدامنا دول اللي فوق بعض. التشارت الفوقاني الفوقاني هو علاقه ما بين الشير ستريس على المحور الراسي تاو والشير سترين على المحور الافقي جاما زد اكس. اما المنحنى اللي تحت هو علاقه ما بين الفيرتيكال سترين على المحور الراسي والشير سترين على المحور الافقي. وقلنا ان احنا عندنا عينه معرضينها لافكتيف نورمال ستريس ثابت، وبنعمل لها شيرنج
فلما بيحصل لها شيرنج بيحصل لها ديستورشن في اتجاه الافقي، بيحصل لها شير سترين دلتا اكس على الاتش نود، وبيحصل لها فيرتيكال سترين اللي هو يا يكون كومبريشن يا يكون اكسبانشن. طب ما دي بقى ايه بقى تايب 2؟ مين تايب 2 تاني دي؟ تايب 2 دي اللي هي كانت الدنس ساند والاوفر كونسنتريتد كده. ايه اللي بيحصل بقى لتايب 2؟ لما بيبدأ يحصل شيرنج سترين بتلاقي حصل زيادة سريعة في الاسترس لحد ما بتوصل قيمة من الشير ستريس اسمها البيك فاليو. البيك فاليو دي اللي هي بنسميها تاو بي، وانت بتوصل التاو بي دي عند مستويات من الشير سترين قليله مقارنه طبعا بتايب اي سويل. تايب اي سويل ادي المنحنى ماشي عليها اهو بالبوينتر كده قدامكم. انت علشان توصل البيك سترينس في اللوز ساند ولا في النورمال ريد كلي اللي هو بنسميه كريتيكال ستيت سترينث، اللي هو بنسميه الفيلير سترينث، حضرتك بتوصله عند شير سترينز كبيره جدا. اما في تايب 2 سويل سواء الدنس ساند او الاوفر كونسوليديت كلي، حضرتك علشان توصل البيك سترينث ده بتوصله عند شير سترين قليل. وبعد ما بتوصل البيك ستريس بيبدأ يحصل انخفاض في الشير ستريس مع زيادة في الشير سترين. يعني العينة بيحصل لها سترينينج من غير ما يحصل زيادة في الشير ستريس، وده اللي بنسميه سترين سوفينينج. يعني ايه سترين سوفينينج؟ يعني انا بيحصل لي سترينينج بس المقاومة ما بتزيدش، الستريس بيقل. ودي كلمة تبقى عارفها مش في السويل بس، في بوليمرز، في السويل، في اي ماتيريال، كلمه سترين سوفينينج يعني انا عندي بيحصل زياده في الشير سترين مع انخفاض في الاسترس. وبتفضل الاسترس كده يقل لحد ما اوصل لقيمه، بعدها الاسترس ما بيقلش تاني، بيكون ثبت، ودي بنسميها الكريتيكال ستيت. لا احنا صراحه مش فاهمين. طب نفهمها عن طريق الفويد ريشيو زي ما شرحنا التايب اي من السويل. اللي بيحصل في الدنس ساند والاوفر كونسوليتد كلي، تعالوا نبص اولا على المنحنى اللي فوق، هو علاقه ما بين الفيرتيكال ستريم والشير ستريم. و طبعا الحركه الاعلى كومبريشن والاسفل اكسبنشن، يعني تمدد او زياده حجميه في الطرق. اللي بيحصل ان اول ما بنبدا نحمل تايب 2 من السويل دي بيحصل كده حاجه زي ادجستمنت للبارتكلز في البدايه، البارتكلز تبدا تخش تملى بعضها وتخش ايه تملى بعضها. فبيبدا يحصل ايه؟ انيشال كومبريشن للسويل ميس، يبدا يحصل انيشال كومبريشن للسويل ميس. وبعدين لما ببدا اتحمل السويل دي هتروح فين؟ خلاص هي عملت ادجستمنت ودخلت وهي العينه دينس اصلا اوفر كونسوليديتد وحصل الكومبريشن في الاول ده. بوصل عند ليميت معين، بوصل ان خلاص لسه قاعد تعمل شيرنج، طب الحبيبات هتروح فين؟ ده هي اصلا فولي باك، فتبدا الحبيبات تطلع على بعض، فيبدا معناه ان حصل زياده حجميه، فمعناها ان التربه بتاعتي بيحصل لها اكسبانشن زي ما انا ماشي على المنحنى كده. يبقى حصل في الاول ادجستمنت لعينه الكومبريشن، وانت قاعد بعمل شيرنج سترين، فالعين بتبدا الحبيبات تاني تطلع، بتبدا على بعض تتحرك ريلاتيف لبعض، فبيحصل زياده في الفويد ريشيو. العينه بسول بيحصل لها اكسبنشن. طب لما السول يحصل لها اكسبنشن ده معناه ايه؟ الفويد ريشيو زادت. ايوه، طب الفويد ريشيو زادت ده معناه ايه؟ الحبيبات قربت من بعض، بعدت عن بعض. طب الحبيبات بعدت عن بعض معناه ايه؟ شيل سترينس قل، فبتبدا العينه تو جيت لوزن. فده اللي ترجع للرسمه هنا تاني، اربط بقى الرسمتين دول ببعض. انا العينه بتاعتي ابتديت احملها، ابتدى يحصل لها ادجستمنت، ابتدت العينه فويس ريشيو تقل، يحصل كومبريسيبيليتي زياده مهوله قدامي
في السترينث لحد ما وصلت البيك فاليو عند سمول شير سترين. يا دوبك بتبدا عند البيك فاليو دي بيبدا العينه بتاعتي يحصل لها اكسبانشن بس بمعدل قليل في الاول، وبعد بمعدل وصل لقوه معينه بيبدا بعد كده الاكسبانشن ده يزيد يزيد يزيد، فويس ريشيو عنها انها بتزيد، فبيبدا يحصل لي انخفاض في الاسترس لحد ما بوصل ل الفويس ريشيو تزيد لحد ما بوصل لقيمه خلاص ثابته مش هيحصل زياده بعدها في الفويس ريشيو، بوصل كونستنت اللي هي الكونستنت اللي هي كريتيكال فويد ريشيو اللي هي الفويد ريشيو عندها بتاعت التايب اي سويل بتساوي الفويد ريشيو بتاع التايب دبل اي سويل عند لارج شير سترينز. وجيت برضو احاول اشرح يعني ايه الكريتيكال فويد ريشيو دي بصوره تانية. هي تعالوا نبص كده على الرسمتين دول نتامل فيهم قليلا. الرسمه اللي على الشمال هي علاقه ما بين الفويد ريشيو نسبه الفراغات على المحور الراسي والشير سترين جاما زد اكس على المحور الافقي. اما الرسمه اللي على اليمين هي علاقه بين الفيرتيكال سترين على المحور الافقي والشير سترين على الراسي والشير سترين على المحور الافقي. اتجاه البوزيتيف بيعبر عن كومبريشن، اتجاه النيجاتيف بيعبر عن اكسبانشن. وتايب اي سويل تاني اللي هي اللوس ساند او النورمال يودد كلي او السلايتلي اوفر كونسوليديتد كلي اللي هي الاو سي ار اصغر من 2. اما تايب دبل اي سويل اللي هي الدنس ساند او الاوفر كونسوليديتد كلي. الثريتيكال فويد ريشيو هي ببساطه الفويد ريشيو اللي عندها تايب اي اللوس ساند نورمال سويل وتايب دبل اي الدنس ساند والاوفر كونسيستد كلي سيميلر. يعني عند الكريتيكال فويد ريشيو هي قيمه من نسبه الفراغات بتس خلاص نسبه الفراغات وصلت لقيمه ثابته ما بتتغيرش نسبه الفراغات بعدها، الديفياتوريك ستريس ما بيتغيرش بعدها، الشير ستريس بيكون ثابت، بيكون وصل في حاله التايب اي سويل للفيلير ستريس او اللي بنسميه كريتيكال ستيت ستريس، او في تايب 2 من السويل بتكون وصلت القيمه ثابته من الستريس برضو اللي هي بنسميها تاو كريتيكال ستيت، واللي هي كنا بنسميها وخدوا بالكم مع فروقات بسيطه بس يعني بنسميها في الرمل اللي هي الالتيميت ستيت وبنسميها في الطين اللي هي الريزيدوال ستيت. واللي بقى تبقى فاهم ان التاو كريتيكال ستيت اقل من التاو بتاعت البيك. وبالتالي نبقى عارفين ان عند لارج شير سترينز عند شير سترينز كبيره جدا بتكون الفويد ريشيو بتاع التايب اي سويل قد تايب دبل اي سويل باعتبار ان ده رمل وده رمل او ده طين وده طين. وده بيفتح لنا الكلمه حاجه اسمها الكريتيكال ستيت شير ستريس. الكريتيكال ستيت شير ستريس هي عباره عن ستريس ستيت بتوصل لها التربه لما ما بيكونش فيه اي تغير تاني سواء في الشير ستريس او في الفوليوم اللي هو الحجم تحت تاثير شيرنج. يبقى الكريتيكال ستيت شير ستريس هي the stress state reached by a soil when no further change occurs either in shear stress or volume under continuous shearing at a constant normal stress. قولها تاني. Stress state reached by a soil when no further change occurs either in shear stress or volume under continuous shearing at a constant normal stress. يعني هي حاله من الستريس التربه بتوصل لها خلاص ما بيكونش في اي تغير في الحجم ولا في الشير ستريسز بس هي بتوصل لها تحت تاثير ايه؟ شيرنج مستمر في وجود constant normal stress. وده اللي كنا قلناه في الاول. يعني بالبلدي كده ما بيحصلش اي فوليوم تشينج تاني مع الشيرنج. طيب اجمالا كده بقى حطوا التشارت دي قدامكم والدروس المستفاده من اللي انا قلته. ان اول حاجه اللوس ساند والنورمال يودد كلي بتفضل تحمله بيوصل للماكسيمم شير سترينث عند شير سترين كبير اللي بنسميه الفيلير شير سترينث او الماكسيمم شير سترينث او كريتيكال ستيت. والتربه دي كل ما بتحملها كل ما الفراغات بتقل والحبيبات بتقرب من بعض و
ولذلك الشير ستريس بيفضل يزيد لحد ما بتوصل لقيمه ثابته عندها الفويد ريشيو وما بتقلش تاني، وبالتالي الشير ستريس بيثبت، ودي اللي هي الكريتيكال ستيت. اما تايب دبل اي من السويل اول ما بتحملها بيحصل كده، السويل الدنس دي تبدا تعمل ري ادجستمنت لنفسها، الحبيبات تخش تملا الحتت الفاضيه فيحصل شويه كومبريشن، وبعدين انت قاعد بتعمل شيرنج فلا حبيباتها تروح فين، بتبدا الفويد ريشيو تزيد، يحصل اكسبانشن لحد ما بتوصل عند شير سترين قليل جدا لبيك سترينث، بتبدا الفويد ريشيو تفضل تزيد تزيد، ويبدا الشير ستريس بتاعك يقل ويفضل يقل لحد ما الفويد ريشيو توصل عند قيمه ثابته عندها خلاص الفويد ريشيو مش هتزيد تاني، وبتبقى وصلت للماكسيمم شير ستريس. كده احنا فهمنا الفرق ما بين تايب اي من السويل وتايب دبل اي من السويل. طب احنا عايزين نفهم ايه العوامل المختلفه اللي بتاثر على الشير سترينث للتربه. هنبدا نتكلم عن خمس عوامل: الاوفر كونسوليديشن ريشيو، الديسيبيشن اوف اكسس بور ووتر بريشر، السويل بلاستيسيتي، الكلاي سايز فراكشن، والسمنتيشن. ونبدا من ضمن الحاجات برضو اللي هبدا اتكلم عليها يمكن قبل دول، هبدا اتكلم على تاثير قيمه النورمال افكتيف ستريس اللي بيأثر على العينه، وده ازاي بيأثر على الشير ستريس، وبعدين هروح على الاوفر كونسوليديشن ريشيو. ازاي قيمه النورمال ستريس اثناء الاختبار، انت بتقول انا بحمل ومثبت نورمال ستريس، ازاي القيمه دي بتاثر على الشير سترينث عندي؟ طبعا هنجد ان سلوك تايب اي من السويل مختلف عن تايب دبل اي من السويل. في حالة اللوس ساند والنورمال لودد كلي، كل ما كان في الافكتيف او النورمال افكتيف ستريس بيزيد، كل ما الاقي ان الكريتيكال شير سترينث زاد، كل ما الاقي ان الكريتيكال شير سترينث زاد. انا عندي هنا في المنحنيين دول نوعين من تايب اي 1، ادي العينه الاولى كان عليها نورمال ستريس، لما زودته كريتيكال شير سترينث زاد. وهنلاقي ان الكريتيكال فويد ريشيو، ان الكريتيكال فويد ريشيو قيمتها بتقل. يعني انا بلاقي ان الاي بتاعتي الكريتيكال بتبقى القيمه اقل، وهلاقي ان هنا الكومبريشن بيزيد مش بيقل. انا كل ما بزود، دي هحلقه في التايب ايرور دي، ان كل ما بزود النورمال افكتيف ستريس هلاقي ان انا عندي هنا الكومبريشن سترين او الكومبريشن بتاعي بيزيد. في حاله تايب 2 بقى من السويل، نتيجه وجود نورمال او افكتيف نورمال ستريس اعلى على العينه، فالعينه دي لما بيجي يحصل لها اكسبانشن مقدار الاكسبانشن بيقل، وما دام مقدار الاكسبانشن بيقل ده هيستتبعه ان العينه بعد ما توصل للبيك هتلاقي ان الكريتيكال شير سترينث بتاعها اعلى،
وهتلاقي ان كل ما بتزود النورمال ستريس، كل ما انت بتمنع الاكسبانشن، كل ما هتلاقي ان الفرق ما بين الكريتيكال ستيت سترينث والبيك سترينث بيقل، لان معدل الزياده في الفويد ريشيو اقل، وبالتالي بتحافظ ان العينه بتاعتك الحبيبات الاكسبانشن بتاعها بيقل، ويبقى الشير سترينث بتاعها كريتيكال بيزيد لحد ما يقرب من البيك سترينث. وهتلاقي برضو ان بيحصل ريدكشن في الكريتيكال فويد ريشيو. يبقى الكلام ده مهم قوي نفهمه، ان ايه تاثير زياده النورمال افكتيف ستريس على العينه لما بعمل لها شيرنج سترين. هو الموضوع بالراحه خالص، لو انا جيت اشوف الشير سترين مع الشير ستريس، كل ما بنزود النورمال افكتيف ستريس كل ما الكريتيكال شير سترينس زاد، او اللي هنسميه الفيلير شير سترينس. وهنجد ان ده ما دام الكريتيكال شير سترينس زاد، ده المفروض بيقابله اكيد ان نسبه الفراغات بتاعتك بقت اقل، ففعلا ده لازم يكون مرتبط بان انا الكريتيكال فويد ريشيو بتاعتي تكون اقل. وده مرتبط بان انا بيحصل لي زياده في الكومبريشن، انضغاط العينه. اما في تاير 2 من السويل انت حاطط عليها نورمال ستريس عالي، فما بتسمحش للعينه ان هي تنفش وان حجمها يزيد، فكل ما تزود الاستريس تلاقي ان مقدار الاكسبانشن ده قل. وما دام مقدار الاكسبانشن قل، هتلاقي ان معناها ان الانخفاض في الاستريس بعد الوصول للبيك بيقل. وما دام مقدار الانخفاض في الاستريس بعد الوصول للبيك بيقل، معناها ان الكريتيكال ستيت سترينث بيزيد. وما دام الكريتيكال ستيت سترينث بيزيد، بتوصل لحاله ان الكريتيكال ستيت سترينث بيقرب من البيك سترينث، فبتوصل عند قوه معينه ان ما بيبقاش اصلا في بيك. وما دام انت الاسترينث بتاعك هنا بتاعك قاعد يزيد، يبقى الفويس ريشيو بتاعتك ايه؟ بتقل. دي تأثير النورمال افكتيف ستريس. طبعا الرسمة اللي انا سميناها دي كانت مجموعة من المنحنيات، منحنى واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وسبعة. ان نقطة اثنين وستة أربعة وسبعة خمسة وثمانية تسعة، إن تسعة دي الحالة اللي انعدمت عندها البيك سترينس، ودي الحالة اللي انعدم عندها الكريتيكال شير ستيت. يعني أنا هنا عندي نقطة الكيرف الأولاني نقطة إيه؟ ستة اتنين سبعة أربعة خمسة وثمانية وتسعة. لو جيت أرسم العلاقة بين الشير ستريس والنورمال شير سترينس، فأنا كده برسم إيه؟ حاجتين. هرسم البيك شير انفلوب اللي هو بيمثله 6 و7 و8 و9، 6 و7 و8 و9، والكريتيكال ستيت شير انفلوب اللي بيمثله 2 و4 و5 و1 و3. هلاقي ايه بقى؟ ان الخط او ايه في الرسمه اللي قدامنا دي كده، هو ده الكريتيكال ستيت شير انفلوب، يعني ده الخط اللي بيوصل ما بين الشير ستريسز عند الكريتيكال ستيت، ده اسمه كريتيكال ستيت شير انفلوب. ده بيوصل ما بين كل الستريس فاليوز عند كريتيكال ستيت. انا العينه دي عند كريتيكال ستيت، لو جيت خدت قيم الشير ستريس دي وقعتها مع بعض قصاد قيمه النورمال، فرسمت علاقه بين النورمال والشير، ده اللي هو الشير انفلوب، فانا كده وصلت للكريتيكال ستيت شير انفلوب. وده بيوصل كل critical state value بتاع soil بتاع type 1 و type 2. الزاوية ما بين critical state shear envelope اللي هو O، ايه ده اللي انا معلم عليه بالدايرة الحمراء ده، والnormal stress axis هي دي critical state friction angle. اما لو انا جيت ارسم البيك، فهو ده بيكون اللي هو الخط التاني ده بقى اللي هو الكيرف، وبقى خط ده، فالزاويه دي اللي بنسميها البيك شير ستريس انفلوب. لو جينا بصينا على المنحنى اللي هو الاو بي سي اي، فده بيوصل كل البيك ستريس فاليوز سواء للتايب 2
وده بنسميه بيك شير ستريس انكل. يبقى تاني انا عندي هنا الخط او بي سي اي ده بيوصل كل البيك ستريس فاليوز لتايب 2 سويل الدنس ساند اوفر كونسيت كلي، وده بنسميه البيك شير ستريس انفلوب. والبيك شير ستريس انفلوب ده بتلاقيه عند لارج نورمال افكتيف ستريس ما بيبقاش موجود، وبتلاقيه اندمج مع كريتيكال ستيت انفلوب لان ما بقاش فيه كريتيكال ستيت. يبقى ايه بقى الشكل الغريب يا دكتور اللي انت رسمه وايه المنحنيات دي؟ انا الطبيعي ان انا لو انا عايز ارسم الكريتيكال ستيت شير انفلوب فانا عندي نقطه واحد دي هشوف النورمال ستريس كام واوقعه مع الشير ستريس، جبت نقطه اتنين. منحنى العينه اتنين اشوف النورمال ستريس مع الشير ستريس عند الكريتيكال ستيت واجيب نقطه اتنين. ثلاثه نورمال مع الشير واجيب ثلاثه واربعه وخمسه وهكذا. لو عايز ارسم البيك انفلوب هقوم 6 و7 و8 و9 دي اجيب الشير ستريس بيك عند واحد كل واحد من دول مع النورمال ستريس اللي انا عامل عليه التجربه وارسم خط. هلاقي ان الكريتيكال ستيت انفلوب ده هو هنا كان عباره عن خط مستقيم وزاويته مع الافق هي الكريتيكال ستيت انجل. لو انا جيت ارسم البيك انفلوب فهلاقي انه هو عند نقطه 9 بقى كوينسايد مع الكريتيكال ستيت، لان اصلا كل ما عليت النورمال ستريس كل ما الاكسبانشن بتاع تايب 2 بتاع السويل بيقل، وبالتالي كل ما الريدكشن او في الشير ستريس بيقل، وبالتالي بوصل ان انا ما بيبقاش عندي اصلا بيك ستريس. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى تاثير الاوفر كونسوليديشن ريشيو على الشير ستريس، تاثير الاوفر كونسوليديشن ريشيو على الشير استرنس. لو جينا نبص على المنحنى ده وعلاقه بين الشير ستريس على المحور الراسي والنورمال ستريس على المحور الافقي. طبعا احنا عارفين من المره اللي فاتت ان النورمالي لودد سويل، والنورمالي لودد سويل دي هي تربه ليها الاوفر كونسوليديشن ريشيو بيساوي واحد. فعارفين ان النورمالي لودد سويل بيكون ليها في وملهاش سي، ليها فريكشن انجل وملهاش كوهيشن. فادي الشير انفلوب بتاعها. كل ما الاو سي ار يزيد كل ما يبدا يظهر لك كوهيشن كومبوننت والفريكشن يقل، كل ما الاو سي ار يزيد السي تزيد والفاي تقل، كل ما الاو سي ار يزيد كل ما السي تزيد والفاي تقل. لان الحقيقه كل ما الاو سي ار بيزيد وده بيدينا اصلا بيبقى فكره ان انا بيبقى عندي التربه بتاعتي بيحصل ديسيبيشن للاكسس بور ووتر بريشر، وبتبدا التربه بتاعتك تزيد الكتروستاتيك فورسز، فعندك الكوهيجن يزيد والكوهيجن بيزيد على حساب الفريكشن كومبوننت، ان بيبقى الكوهيجن هو العامل الرئيسي في المقاومه فبالتالي هو بيزيد والفريكشن بيقل. طب ده لو اتكلمنا عن تاثير الاو سي ار على الشير بارامترز. طب الاوفر كونسوليديشن ريشيو بتاثر ازاي على قيمه البيك شير ستريس في طبعا في تايب 2 من السويل؟ اكيد لان انا بتكلم عن اوفر كونسوليديتد سويل. طب الاوفر كونسوليديشن ريشيو دي بتاثر ازاي على البيك شير ستريس بتاع الاوفر كونسوليديشن سويل؟ الحقيقه ان الاوفر كونسوليديتد سويل هي متوقع ان هي تربه كل ما الاوفر كونسوليديشن ريشيو زادت معناه ان التربه دي حصل لها كونسوليديشن، يعني حصل لها تضارب، يعني الحبيبات قربت من بعض، وما دام الحبيبات قربت من بعض يبقى الفويس ريشيو اقل، وما دام الفويس ريشيو اقل وان التربه تايب 2 اول ما حضرتك بتحملها وبتحملها في البدايه بتبقى التربه بيحصل لها ادجستمنت والبارتكلز بتتداخل مع بعض والفويدس ريشيو بتقل، فبتوصل للبيك سترينث عند شير سترين قليل فبتوصل لقيمه عاليه. فمتوقع ان كل ما الاو سي ار اعلى والانيشال فويدس ريشيو اقل ان التربه توصل لبيك ستريس اعلى عند السمول شير سترين. طب دي نقطه. طب ايه النقطه الثانيه؟ النقطة الثانية ان طبعا ان بعد ذلك ان التربة اللي ليها او سي ار اعلى هيحصل لها فوليومتريك تشينج اعلى وهيحصل لها اكسبانشن اعلى، لان هي اساسا في الاساس كان فيها فويدس ريشيو اعلى. طيب لو زودت عليها النورمال افكتيف ستريس يحصل لها اكسبانشن اقل،
وكل ما زودت على النورمال ستريس يحصل لها اكسبانشن اقل لدرجه ان هي ما يبقاش ليها بيك سترينث. تاني حاجه هنشوف ايه تاثيرها على الشير سترينث هي الديسيبيشن اوف اكسس بور ووتر بريشر. ديسيبيشن اوف اكسس بور ووتر بريشر. الحقيقه ان احنا لما بنيجي بقى هدخلكم في كلمه لازم تكونوا عارفينها كمهندسين واللي ممكن يشتغل منكم جيوتكنيكال انجينير لازم يحتك بهذه الكلمه. هو امتى او الكلمه دي تتقال؟ الشير بارامترز هو انت حاسبها في الدريند كونديشن ولا الاندريند كونديشن؟ وما دام بنتكلم في دريند كونديشن واندريند كونديشن يبقى حضراتكم تنسوا الرمل شويه وتركزوا في الطين، لان الطين هو اللي فراغاته قليله وهو البرميابيلتي بتاعته قليله فهو اللي فيه دريند كونديشن واندريند كونديشن. طب يعني ايه دريند كونديشن يا دكتور؟ دي اللي حضر منكم المره اللي فاتت وفهم وانا بشرح لكم يعني ايه كونسوليديتد دريند تيست ويعني ايه كونسوليديتد اندريند تيست هيفهم ان الدريند كونديشن ده بيحصل لما الاكسس بور ووتر بريشر بيحصل له فول ديسيبيشن يعني الدلتا يو بزيرو. وذاكروا الكونسوليديشن كويس لو سمحت. يبقى الدريند كونديشن دي بتحصل لما بيحصل فول ديسيبيشن اكسبوتر بريشر يعني دلتا يو بزيرو. امال ايه الاندريند كونديشن؟ الاندريند كونديشن او الحاله الغير مصروفه او المصرفه بتحصل لما الاكسس بروتر بريشر ما بيحصلوش دريننج من السويل يعني الدلتا يو ما بتساويش زيرو. طب يا دكتور انت بتقول لنا في دريند كونديشن واندريند كونديشن. دريند كونديشن يعني حصل ديسيبيشن اكسس بروتر بريشر، واندريند كونديشن يعني ما حصلش ديسيبيشن بروتر بريشر. طب هي امتى السويل يحصل لها تبقى درين وامتى ما تبقاش درين؟ وايه اللي ياثر ان التربه تبقى في دريند كونديشن او ما تبقاش في دريند كونديشن؟ الحقيقه ان سواء دريند كونديشن او اندريند كونديشن بقول لكم ان الاكزيستنس اوف ايذر كونديشنز ديبيندز اون سويل تايب، جيولوجيكال فورميشن، لودنج ريت اند تايب. يعني التربه عشان تبقى في الدريند كونديشن او في الاندريند كونديشن ده بيعتمد على نوع التربه وهشرح لكم بالتفصيل. الجيولوجيكال فورميشن يعني انا هقول لكم حاجه لطيفه ان انا لو التربه رمل هي على طول دريند، جرافل هي على طول دريند، لكن لو طين في بدايه التحميل هتبقى اندريند لانك اول ما بتحمل عليها الميه هي اللي بتشيل الاجهادات وبالتالي الاكسس بير ووتر بريشر بيكون ليه قيمه وعلشان يحصل له ديسيبيشن بياخد وقت طويل جدا علشان نفاذيه التربه. فده لو انت عايز تعرف الدريند كونديشن اندريند كونديشن ازاي بيعتمد على نوع التربه. طب يا دكتور ازاي الجيولوجيكال فورميشن بيأثر على هي دريند كونديشن ولا اندريند كونديشن؟ ببساطه كده لو انا عندي كتله طين ممتده وكلها طين وانت حضرتك جاي بتحمل عليها غير لما يكون كتله الطين دي فيها تداخلات من الرمل سند، تداخلات من الرمل، فده كده طين وده كده طين وفي تداخلات من الرمل، فالرمل ده وسط منفذ فيساعد ان الميه تروح له وتخرج من التربه بسرعه فبيسرع الديسيبيشن وبتوصل للدريند كونديشن اسرع. او بتجد ان عينه الطين نفسها بيبقى فيها كده سيمز من الرمل فبرضه بتساعد ان هي تصرف الميه اسرع فدي توصل لدريند كونديشن اعلى اسرع. طب اللودنج ريت والتايب، لو انت بتحمل بمعدل سريع مش هتلحق للميه انها تتصرف من التربه فهتبقى في الاندريند كونديشن. عشان توصل للدريند كونديشن لازم تحمل على التربه دي بمعدل بسيط وتسمح لها ان الميه تخرج مع النفاذيه بتاعتها فتوصل للدريند كونديشن. وبالتالي الدريند كونديشن هو لونج تيرم كونديشن اند ابلايز ديورينج ذا لايف تايم اوف جيوتكنيكال ستراكشر وير the loading induced excessive pore water pressure dissipates and drained condition apply delta U equals zero. يبقى drained condition ده عباره عن long term condition. اما ما توصل يحصل dissipation exposure pressure ده في long term.
والكلي بياخد سنين طويله جدا عشان يديسيبيت الاكسبورتر بريشر، فده لونج تيرم كونديشن. الدريند كونديشن ابلاي ان بوث شورت تيرم ولونج تيرم للسويل اللي ليها هاي برميابيليتي زي الكلين كورس جريند سويل في الستاتيك كونديشن. فالرمل سواء شورت تيرم او لونج تيرم هو درين. اما الطين الدريند دي بتكون في اللونج تيرم بس لانه ليه لو برميابيليتي، وده اللي هو بنسميه الدريند كلي. الاندريند كونديشن بقى هو شورت تيرم كونديشن and applies during the construction stage and short time after construction. اثناء التنفيذ وفي وقت قليل بعد التنفيذ، سريعا بعد التنفيذ، بنسمي ده الشورت تيرم كونديشن. والتورم لما بيكون ليها نفاذيه قليله زي الفاين جرين سويل، بنسميه الفاين جرين سويل يا دكتور اللي هي الكويسف سويل، واسمها ليه فاين جرين سويل يا دكتور؟ عشان حبيباتها مقاسها صغيره سيلت وكلي، ما بيبقاش عندها وقت كافي ان الاكسس بوتر بيش يحصل ديسيبيشن، وبالتالي بيبقى احنا كده الاندر اند كونديشن بيبقى هو المتواجد. الهيدروليك كوندكتيفيتي بتاعت الرمل بتكون كبيره، وبالتالي تحت تاثير الستاتيك لودنج الاكسس ووتر بريشر بيحصل ديسيبيشن بسرعه، وبالتالي مفيش حاجه اسمها اندر اند كونديشن للرمل النظيف تحت في الستاتيك لود، ولكن ده بس بينطبق في الستاتيك لود على الفاين جريند سويل، او لو خليط ما بين رمل وفاين جريند سويل. طيب عدي ليه دكتور؟ طب بتقول ستاتيك كونديشن لان في الديناميك كونديشن سواء رمل سواء طين التحميل بيكون اسرع من الديسيبيشن بتاع الميه. فهل ده في حاجه اسمها اندر اند كونديشن في الرمل؟ اه، في حاله السايزميك لودنج والديناميك كونديشن، لان لو التربه ما لحقتش تصرف الميه اللي فيها بنسميها اندر اند كونديشن. ففي حاله الديناميك كونديشن للفاين جرين سويل وللكورس جرين سويل. وبالتالي عشان تفهموا الموضوع ده بصوره احترافيه شويه، الاندر اند كونديشن معناه ان معدل التحميل اسرع من معدل تصريف الاكسس بورتر بريشر. سيبك بقى من شورت تيرم ولونج تيرم. اندر اند كونديشن معناه ان معدل التحميل اسرع من معدل الديسيبيشن بتاع الاكسس بورتر بريشر. وبما ان الاكسس بورتر بريشر ما بيحصلوش ديسيبيشن، ما فيش تغير حجمي بيحصل. وبصوا في الرسمه دي. وبالتالي بتكون النتيجه اثناء التحميل هي مجرد تغير في الاكسس بروتر بريشر مش فوليومتريك ديفورميشن. يبقى انت تبقى فاهمين ان ما دام العينه ما صرفتش الميه اللي فيها ما بيحصلهاش ديفورميشن، كل اللي بيحصل بس ان بيحصل تغير في الاكسس بروتر بريشر. في الدريند كونديشن بقى معناه ان معدل التحميل بطيء انف انه سمح ان يحصل ديسيبيشن للاكسس بور ووتر بريشر، وبالتالي العينه بتاعتي يا اما بتنضغط فبيحصل زياده في الاكسس بور ووتر بريشر في الاندريند كونديشن ده بوزيتيف اكسس بور ووتر بريشر، او العينه بتتمدد فبيحصل اثناء الدريند لودنج فبيحصل انخفاض في الاكسس بور ووتر بريشر. ملخص الكلام ده ايه لو جينا نقارن ما بين، لو بنتكلم عن قيمه الاكسس بور ووتر بريشر في التربه في الدريند كونديشن، فالاكسس بور ووتر بريشر بيساوي صفر. اما في الاندريند فبيكون في اكسس بروتر بريشر، و اثناء التحميل قد يكون بوزيتيف
لو العينه بتاعتي بيحصل لها تضغط او نيجاتيف، لو العينه بتاعتي بيحصل لها اكسبانشن. ولكن عينتي ما بيحصل لهاش ديفورميشن، فهو بالتالي بينعكس التغير الحجمي ما بيحصلش ده في التغير في قيمه الاكسس بروتربش، فبيكون بوزيتيف او نيجاتيف بس مش بزيرو. الفوليوم تشينج في الدريند كونديشن ممكن يكون كومبريشن ممكن يكون اكسبانشن. اما في الاندريند كونديشن الفوليوم تشينج بنعبر عنه ببوزيتيف اكسس بروتربشر اللي هو بيمثل عينه كانها بيحصل لها كومبريشن، او نيجاتيف اكسس بروتربشر وانه بيمثل عينه بيحصل لها اكسبانشن. طيب في الدريند كونديشن العينه بتاعتي لو انا بحمل عليها طبعا بيحصل لها كومبريشن. طب انت بتقول لي في الاندريند ما بيحصلش تغير حجمي، هو ما بيحصلش تغير حجمي ولكن هو بيحصل كومبريشن ولكن بيصاحبه لاترال اكسبانشن، فبالتالي فعلا ما بيحصلش تغير حجمي، التغير الحجمي بزيرو لكن بيحصل انضغاط وقصاده اكسبانشن، فالتغير الحجمي بزيرو ولكن يوجد تشكلات، ولكن يوجد تشكلات. طبعا في الدريند كونديشن مسموح بكونسوليديشن في الفاين جريند سويل، اما في الاندريند ما بيحصلش كونسوليديشن. البارامترز اللي بتجي لي من الدريند كونديشن هي افكتيف ستريسز، وبنقدر نجيب في كريتيكال ستيت برايم وفي بيك برايم وفي برايم، وممكن كمان بعد اذنك يا دكتور، هو ثواني بس اكمل وافتح. انا بس لا هو بس الشير سكرين فصل، انا ما اعرفش هو اللي هو فصل من عندنا بس ولا عندك انت بس. خلاص اوكي شكرا. و الديزاين شير بارامترز بتكون افكتيف فاليو سواء السي او الفريكشن انجل، اما في الاندرين فبنتعامل بالاندرين شير استرنث. نلخص الكلام نبقى فاهمين ان التربه بيكون ليها حاجه اسمها دريند كونديشن والاندرين كونديشن، والاندرين معناه ان معدل التحميل اسرع من معدل تصريف الاكسس بروتر بريشر من الميه، اما الدرين فالميه تتحمل بمعدل يكفي ان الميه تخرج يحصل ديسيبيشن اكسس بور ووتر بريشر. الدريند كونديشن بيصاحبه تغيرات حجميه سواء كومبريشن او اكسبانشن، وبنقدر نطلع منه بافكتيف شير ستريس بارامترز. اما الاندريند كونديشن الفوليوم تشينج بيبان لي في صوره ان لو كومبريشن بلاقي ان بوزيتيف اكسس بور ووتر، اما لو اكسبانشن بيحصل نيجاتيف اكسس بور ووتر، وبيحصل ممكن انضغاط بس لازم يصاحبه تمدد افقي. العامل بقى اللي هشرحه دلوقتي وتأثيره على التربة اللي بعد كده هو السويل بلاستيستي. والحقيقة ان لو جينا نشوف السويل بلاستيستي وكل ما البلاستيستي اندكس زادت كل معناها ان السويل بلاستيستي زادت، والسويل بلاستيستي زيادتها معناها قدرة التربة ان هي تاخد او تمتص كميات مية اكبر. وطبعا انا هنا بتكلم على التربه الفاين جريند سويل فقط. و كل ما البلاستيستي اندكس زادت كل ما الدريند انجل اوف فريكشن في النورمالي كونسوليديتد سويل كل ما قلت. و ده بيديني انديكيشن ان انا لو عندي تربه عليها بلاستيستي اندكس 50% وتربه ليها بلاستيستي اندكس 80% هبقى عارف ان التربه البلاستيستي اندكس بتاعتها 50%، وده انا بتكلم فقط عن نورمالي لودد سويل هيكون ليها فاي اعلى. طيب درسنا احنا عوامل مختلفه، نورمال افكتيف ستريس، الاوفر كونسوليديشن ريشيو، الديسيبيشن اوف اكسس بروتر بريشر، سويل بلاستيستي، ونيجي ندرس دلوقتي الكلي سايز فراكشن. الحقيقه ان كل ما الكلي سايز فراكشن زاد، يعني هي مقاس الحبيبات اللي اصغر من 0.05
ان الحبيبات اللي اصغر من 0.002 ملي متر كل ما نسبتها زادت في التربه معناها ان انا بلاستيستي اندكس على فكره عندي بتزيد، وكل ما الفريكشن انجل بتاعتي هتقل، كل ما الفريكشن انجل بتاعتي ما بتقل، اللي هي ريزيدوال انجل اوف فريكشن، او نقدر نسميها برضو كريتيكال ستيت فريكشن انجل. يعني كل ما الكلي فراكشن على فكره عندك زاد بوجه عام، كل ما الفريكشن انجل بتاعت التربه المتماسكه بتاعتك قلت. من ضمن العوامل التانيه اللي عايزين نعرف تاثيرها على الشير سترينث هو السيمنتيشن. ويمكن السيمنتيشن بنتكلم فيه ان هي فكرته كلها ان السويل بارتكلز بتكون كيميكالي بوندد بأملاح طبيعية زي الكالسيوم كربونات. وطبعا درجة السيمنتيشن دي درجة مختلفة جدا ودرجة فاريبل جدا، وممكن تتراوح من بوند سترينث ضعيف، وده بتلاقي ان التربه بتكون لو انت تحت تاثير بس فرقتها بصوابعك كده تتكسر في ايدك، لبوند سترينث قوي جدا جدا نتيجه السيمنتيشن باملاح طبيعيه زي حاجه كده مثلا كان بنتكلم حاجه اوربس فيري سيمنتد ساند اللي ممكن تفتكره ساند ستون. طبعا احنا عارفين ان التربه بتاعتنا نتيجه تقول ان التاو كان بيساوي سي زائد سيجما نورمال تان الفاي، فكنا بنقول ان لو انا عندي التربه ملهاش سي والنورمال ستريس بزيرو فمش هيتولد عندي شير سترينس، فالسيمنتد سويل دي بيكون ليها طبعا شير سترينس تحت الزيرو افكتيف نورمال بريشر. السيمنتد سويلز دي في سلوكهم بيبقوا اقرب اكتر للتايب 2 سويل دين ساندر اوفر كونسيتد كلي، ولكن بيبقى الفرق الاساسي ان هم ليهم انيشال شير سترينث تحت الزيرو نورمال افكتيف ستريس. الملخص ان تاثير السيمنتيشن على الشير سترينث ان التربه اللي ليها سيمنتيشن بيكون ليها شير سترينث في غياب حتى النورمال ستريس، ولكن احنا لو التربه دي ما هياش ساند ستون وهي عباره عن تربه متلاحمه احنا ما بناخدش في اعتبارنا قيمه السي دي في الديزاين، لان الاملاح دي او البوند ده بيبقى فاريبل بشكل كبير جدا وممكن بيتلاشى مع الوقت لو حصل ووشنج للسولت ستيم. بعد بقى مجموعة العوامل اللي أنا اتكلمت فيها دي هبدأ أتكلم عن تأثير حاجة اسمها الدايليشن على البيك فريكشن أنجل. ودام بتكلم على البيك فريكشن أنجل يبقى أنا بتكلم على دينس ساند أو بتكلم عن الـ أوفر كونسوليديتد كلي. والديليشن بكل بساطة هي عبارة عن مقياس أو الميجر of a change in soil volume when distorted by shearing. كلمة ديليشن دي بوجه عام بتعبر عن إيه؟ إيه مدى التغير الحجمي اللي بيحصل في التربة لما بيحصل لها شيرين؟ إيه مدى التغير الحجمي اللي بيحصل في التربة لما بيحصل لها شيرين؟ يمكن أنا اتكلمت معاكم من شوية إن أنا التربة تايب 2 دي لما بتبدا تحملها في الاول بيحصل لها شويه ريدكشن في الفويس ريشيو، وبعد كده الفويس ريشيو دي بتزيد، وبعد كده الفويس ريشيو دي بتزيد، وكل ما زود النورمال افكتيف ستريس كل ما الاكسبانشن اللي كان بيحصل كان بيقل. يبقى بدايه كده لما بنتكلم عن دايليشن
خدوا بالكم احنا بنتكلم منلي على تايب 2 سويل. مين تايب 2 سويل دي؟ دي تايب 2 سويل هي التربه اللي لما بتبدا تحملها بتوصل لبيك سترينث عند شير سترين قليل، بيحصل لها في الاول كومبريشن، لما بتقعد تحملها وتعملها شير ستريننج اعلى بيحصل شير سترين سوفتننج للتربه، يعني الشير ستريس بيقل مع نفس قيمه السترين، وبيبدا يحصل لها اكسبانشن زياده حجميه، والزياده الحجميه دي مقدارها بيعتمد على قيمه النورمال ستريس اللي بتاثر على التربه. الحقيقه ان احنا لو جينا نرسم العلاقه ما بين النورمال افكتيف ستريس والشير ستريس، فالمفروض ان العلاقه دي احنا عارفين ان هو علاقه لينير اللي هو الكولوم فيلير انفلوب او مور كولوم فيلير كرايتيريا. لو انا اخذت في اعتباري التغير الحجمي اللي بيحصل نتيجه الديستورشن بالشيرنج، فبيتحول المور كولوم فيلير انفلوب لكيرفد كولوم فيلير انفلوب. والحقيقه لو انا جيت اختار نقطه على المنحنى ده اللي هي زي نقطه اتش كده، ف وقست الزاويه ما بين اللينير كولوم فيلير انفلوب ونقطه اتش اللي هي النقطه الاربيتوري اللي انا خدتها على الكيرفد كولوم فيلير انفلوب والكيرفيتشر، ده نتيجه الدايليشن نتيجه التغيرات الحجميه، فالزاويه ما بينهم دي اسمها الفا، وزاوية ألفا دي اسمها زاوية الدايليشن، وهي عبارة عن قياس الـ change في الفوليومتريك سترين متناسب للشير سترين. وده اللي احنا كنا بنقوله لما كنا بنعلاقة الشير سترين، قلنا الأول حاجة قلتها في المحاضرة إنك لما بتحمل بيحصل شير سترين وبيحصل فوليومتريك سترين، وكل ما بتحصل شير سترينينج كل ما عينتك بيحصل لها ستريس، وكنا بنعبر عن فوليومتريك سترين ده مقدار التغير في الفويس ريشيو. والله لو انا الفا بتاعتي دي بالبوزيتيف ما انا بيحصل للتربه بتاعتي اكسبانشن اثناء الشيرنج، ولو الالفا بتاعتي دي بالنيجاتيف معناه ان انا بيحصل لي كونتراكشن اثناء الشيرنج. طب هو الدايليشن ده حاجه كويسه؟ يعني هل انا التشنج اللي بيحصل في السويل فوليوم لما بيحصل لها ديستورشن بالشيرنج دي هل دي حاجه كويسه؟ هو الحقيقه الدايليشن بيزود الشير سترينث بتاعت التربه وبيخلي كولوم فيلير انفلوب كيرفد بدل ما هو خط، وما دام خلاه كيرفد كده يبقى معناه ان انا الشير سترينث بتاعي زاد، لان انا الفيلير انفلوب بتاعي عالي ومعناه ان الشير سترينث بتاعي زاد. الحقيقه بقى ان لما بيكون عندي لارج نورمال افكتيف ستريسز الدايليشن تأثيره بيكون محدود، ولأن أنا العينة بتاعتي كمان بيبقى الدايليشن أنجل بزيرو عند الكريتيكال ستيت، وده سبب إن لما بيكون عند نورمال ستريسز عالية الكريتيكال ستيت بتقرب من البيك ستيت، وبالتالي بيبقى مفيش أصلا بيك ستيت وبالتالي مفيش دايليشن. الحقيقه ان هو الدايليشن بيزود بيساهم في البيك فريكشن انجل، و بيساهم ان هو ممكن يزود لي الكريتيكال الفيلير انفلوب، ولكن نتيجه ان الدايليشن ده بيساهم في البيك انجل وممكن الاقيه علالي شويه الشير سترينث بتاعتي، فاحنا دايما في شغلنا بنقول ان يفضل ان احنا نستخدم الكريتيكال ستيت فريكشن انجل، خاصه لو انا مش متاكد من الاناليسيس بتاعتي، ويمكن انا ما اجيش اقول انا هزود شويه شير سترينث بمقدار دايليشن الا وانا متاكد ان فعلا قيمه النورمال ستريس اللي عندي دي الدايليشن هيكون موجود. الدايليشن انجل بتكون بوزيتيف للدنس سامد وللاوفر كونسوليديتد كلي او سي ار اكبر من 2، وبسبب كده التربه دي بيكون فيها بيك شير ستريس وهي اصلا بيحصل لها اكسبانشن،
وبالتالي بنقول ان ليها بوزيتيف دايليشن، ان هي بيحصل لها اكسبانشن. والدايليشن انجل بتكون بالنيجاتيف في حاله اللوس ساند والنورمالي لودد كلي، لان التربه دي اصلا ما بيبقاش فيها بيك شير ستريس وبيحصل لها كومبريشن. ملخص الكلام اللي احنا قلناه لو انا جاي الخصه لكم، ان احنا درسنا ايه الفرق ما بين الشير سترينس لللوس ساند والنورمال لودد سويل اللي سميناها تايب اي، والدنس ساند والاوفر كونسوليتد سويل اللي هي سميناها تايب دبل اي. وعرفنا ان الفرق الرئيسي ان في اللوس ساند والنورمال لودد سويل طول ما انت بتحمل بيحصل انخفاض في الفويد ريشيو لحد ما توصل لفويد ريشيو كونستنت، ما بيحصلش بعدها اي تغير في الفويد ريشيو، والفويد ريشيو دي بنسميها الكريتيكال ستيت فويد ريشيو. والكريتيكال ستيت فويد ريشيو دي بتكون عندها مفيش اي تغير تاني في الفويد ريشيو، وبتوصل للكريتيكال ستيت شير سترينث او الفيلير شير سترينث. اون ذا اذر هاند في الدنس ساند والاوفر كونسوليديتد سويل، التربه دي هي تربه دنس او تربه نتيجه ان هي اوفر كونسوليديتد، الحبيبات قريبه من بعض لان هي تربه حصل لها تضغط، وبالتالي اول ما بتبدا تحملها بيحصل لها تضغط بسيط، فويس ريشيو بتقل بنسبه معينه، وبعدين انت قاعد بتعمل لها شيرنج، فالحبيبات هتروح فين؟ بتبدا الحبيبات تخرج، يحصل لها اكسبانشن او يحصل بوزيتيف دايليشن. ومع البوزيتيف دايليشن دي كل ما البوزيتيف دايليشن ده زاد بوصل لبيك سترينس عند شير سترين قليل جدا. وبعد ما بوصل للبيك سترينس ده ومع استمرار اكسبانشن في السويل لنتيجه زياده في الفويس ريشيو، تبدا الحبيبات تبعد عن بعض، بيبدا الشير سترينس يقل ويفضل يقل لحد ما بوصل لقيمه كونستنت عند شير سترين كبير جدا اسمها الكريتيكال ستيت. وبالتالي الشير سترينس عند كريتيكال ستيت بيكون اقل من الشير ستريس عند البيك ستيت، ولكن انا كريتيكال ستيت دي بوصل لها عند الشير سترين عاليه جدا. و الشير سترين العاليه جدا دي بتكون عندها الكريتيكال فويس ريشيو، ودي اللي بتكون عندها الفويس ريشيو بتاعه اللوز ساند او النورمالي لودد كلي، او اون ذا اذر هاند الدنس ساند والاوفر كونسيت كلي متساويه، وهي الفويس ريشيو بعد كريتيكال فويس ريشيو ما بتتغيرش. طيب انا كده عندي حاجه اسمها البيك ستريس ستيت والكريتيكال ستريس ستيت. والبيك ستريس ستيت هي متواجده في ان انت الدنس ساند والاوفر كونسيدريت كلي، ان انت بتوصل لقيمه ستريس عاليه عند شير سترين قليله، وبتساهم فيها الدايليشن، والدايليشن ده هو بيعبر عن مدى التغير الحجم اللي بيحصل تحت تاثير الشير ديستورشن، وبيساهم في البيك انجل، وكل ما عالي ممكن كمان ياثر في ان البيك انجل دي بتزيد. وكل ما النورمال افكتيف ستريس زاد كل ما الدايليشن بيتنعدم وبتبقى بزيرو عند كريتيكال ستيت. طب اشتغل بكريتيكال ستيت شير بارامترز ولا البيك ستيت شير بارامترز؟ هقول لك، هو انت الابلكيشن بتاعك فيه لارج شير سترين فتشتغل بكريتيكال ستيت شير بارامترز، ولا ليميتد شير سترينز فتشتغل بالبيك ستريس شير بارامترز، ولا انا اصلا ما عنديش معلومات كافيه في المشروع انا شغال فيه فاشتغل بالمور كونسرفاتيف والاقل اللي هو الكريتيكال ستيت شير بارامترز. ودرسنا برضو النهارده كريتيكال فويس ريشيو، وانا رجعت اوصل الكلام دلوقتي. درسنا حاجه اسمها دريند والاندريند كونديشن. انا النهارده عندي التربه بتاعتي جواها ميه، اول ما بحمل عليها الميه هي اللي بتشيل الاجهادات، وبيبدا يحصل ديسيبيشن الاكسس بروتر بريشر، الاجهادات بتتنقل من الميه للتربه مع خروج الميه دي من التربه. فخروج الميه من التربه بيعتمد على ايه؟ على نفاذيه التربه. لو التربه نفاذيتها عاليه زي الرمل فعلى طول الاجهادات هتنقل للتربه، وبالتالي الرمل دايما في الدريند كونديشن تحت تاثير الاستاتيك لودنج. اما لو كان معدل التحميل اسرع من معدل الديسيبيشن بتاع الاكسس بروتر بريشر فده بنسميها التربه في الاندريند كونديشن، وده بينطبق على الطين في الاستاتيك كونديشن، و بينطبق على الطين والرمل في السايزميك كونديشن، ان التربه بيبقى معدل التحميل سريع جدا. طيب الدريند كونديشن البارامترز اللي بتطلع منه اسمها الافكتيف ستريس شير بارامترز، ودي بتبقى ترو شير بارامترز،
ودي اللي هي بتكون سي داش وفاي داش والاوفر كونسوليتد كلي فاي داش في حاله النورمال يودد كلي او السم. اما الاندريند كونديشن فبيطلع منها ابيرنت شير بارامترز او توتال ستريس شير بارامترز، ومينلي مينلي بنعبر عنها في التيم بالاندريند شير سترينث. درسنا تاثير النورمال ستريس على الشير سترينث، وكل ما النورمال سترينث على العينه بتاعتك زاد في حاله اللوز ساند او في الكلي، كل ما الشير سترينث ما زاد، كل ما الكومبريشن ما زاد، كل ما الكريتيكال فويس ريشيو بتاعتك ما كانت اقل، والحاله النورمالي في حاله الاوفر كونسيدريت كلي وفي حاله الدنس سام، كل ما النورمال ستريس زاد كل ما مقدار الاكسبانشن بيقل، وكل ما مقدار الاكسبانشن بيقل مقدار انخفاض الشير ستريس بعد البيك بيقل. ومعناه ان الفرق ما بين الكريتيكال ستيت شير سترينث والبيك شير سترينث الفرق ما بينهم قل، وبتفضل كل ما زاد النورمال ستريس لحد ما تلاقي ان الاكسبانشن اتحزم تماما، فتلاقي ان بقى الكريتيكال ستيت شير سترينث قد البيك شير سترينث، وطبعا بيبقى عندي كريتيكال فويس ريشيو بتبقى اقل لان الاكسبانشن اللي حصل اقل. درسنا تاثير اوفر كونسوليديشن ريشيو على الشير سترينث بتاع مين؟ اكيد مش الرمل، اكيد بتكلم في الطين. ولو انا عندي تربه الاوفر كونسوليديشن ريشيو بتاعها بواحد بيكون ليها فاي وملهاش سي، وبيبقى ده النورمال يودد كلي. كل ما بيبدا الاوفر كونسوليديشن ريشيو بيزيد، الحبيبات بتاعتك بتقرب من بعض، الاجهاد بيتنقل من الميه للتربه، بيبقى الميه بتقل ما بين الحبيبات، وبالتالي بيبدا يظهر التماسك بتاعي. وكل ما الاو سي ار زاد كل ما التماسك زاد، وكل ما دور الرول التماسك الكونتريبيوشن بتاعه للشير سترينث زاد مقارنه بالفريكشن انجل، فالسي بتزيد والفاي بتقل. درسنا برضو تاثير السويل سيمنتيشن، والسيمنتيشن بيحصل في التربه نتيجه الاملاح الطبيعيه زي الكالسيوم كربونات، والسيمنتيشن ده ممكن يكون ضعيف لدرجه ان انت تعمل سكرامبلنج للسويل بصوابعك، تدهسها بصوابعك، وممكن ان انت تجيب لها شاكوش جيولوجي ما يكسرهاش. وبالتالي السيمنتيشن ده بيخلق حاله ان التربه دي بيكون فيها نوع من التماسك، وتقدر تقاوم الشير سترينث حتى تحت تاثير زيرو نورمال افكتيف سترينث. هل بنعتمد على السيمنتيشن في الديزاين؟ في الغالب ما بنعتمدش عليه. ده اللي انا كنت عايز اشرحه لكم النهارده، ودي مهمه جدا لان ده العوامل المؤثره على الشير. احنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم كمعمل ومش معمل، ومره اللي بقدم لكم الشير، المره دي بنتكلم كمهندسين يعني ايه شير سترينث، ويعني ايه العوامل المختلفه اللي بتاثر عليه. المرة الجاية إن شاء الله هتبقى محاضرة سهلة خالص، وهي الفيل تيستنج. بس قبل ما أقفل، حد فيكم عنده سؤال؟ في أي أسئلة؟ حد عنده أسئلة ولا هي الناس قاعدة مسجلة إنها داخلة وخلاص؟ تمام يا دكتور، شكرا. طيب انتوا الميد ترم بتاعكم يبقى داخل لحد المحاضره الجايه، وداخل فيه الكونسوليديشن والشير سترينث. علشان اوضح لكم كده ببساطه، دول التو تشابترز الصعبين اللي عندكم في الكورس ده، فذاكروا الكونسوليديشن كويس، ذاكروا الشير سترينث كويس. عندكم توتوريالز المفروض كنتوا عندكم، اسالوا المعيدين لو عندكم اي اسئله، حلوا الاساينمنتس بتاعتكم، ذاكروا كويس، خشوا الميد تيرم. الميد تيرم هيكون محتاج حد مذاكر كويس علشان يعرف يجيب فيه درجة كويسة، فركزوا. ولما تذاكروا التو تشابترز دول انتوا عارفين بعد الميد تيرم شوية هتلاقوا الفاينل بدأ، فخلصوا منهم، ولأن إن شاء الله الجزء اللي بعد الميد تيرم هيكون نسبيا أسهل. اتمنى انتوا تكونوا فهمتوا الكلام ده، وفي مذاكرتكم للشير سترينث ذاكروا من المحاضرات دي كويس ومعاكم السكشن. فبس في اي اسئله كده؟ طيب المحاضره دي هرفعها على ال ام اس، وان شاء الله الاربع الجاي اكون المحاضره الساعه 8. انا محتاج ابقى محاضره بدري شويه بس عشان ما بحبش اتاخر بالليل قوي كده في المحاضره. شكرا دكتور لو سمحت. هو حل الشيت يفي بغرض الميد تيرم؟ يعني الدنيا تبقى تمام لو واحد، يعني لو واحد حلل الشيت كويس ومذاكره وكده يبقى يفي بغرض حل الميد تيرم ويجيب درجة حلوة؟
يكون حاضر المحاضرة وفهمها at least يعني شير سترينث، وبالذات انا في الفاينل اللي حضر المحاضرة دي وفهمها هيعرف يحل، اللي ما حضرش المحاضرة وما فهمهاش مش هيعرف يحل. هتحل مسألة بس فيها اسئلة نظري انا بسألها بقى بشوف الناس فاهمة او لأ، مسألة برضو يعني ايه حسب يعني. فهتحل الاسايمنت، تركز في التوتوريال مع الباشمهندس، وتكون حضرت المحاضرة دي وفهمتها. تمام، شكرا يا دكتور. شكرا لك، مع السلامة. خلاص كده المحاضرة خلصت ولا ايه؟